أهل بيت. قال أبو أيوب الأنصاري: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، إنا أهل بيت أعطينا 7 خصال لم يعطها أحد من الأولين قبلنا، ولا يدركها أحد من الآخرين بعدنا. نبينا خير الأنبياء وهو أبوك، ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا سيد الشهداء وهو حمزة عم أبيك، ومنا من له جناحان يطير بهما في الجنة وهو جعفر، ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك.